شهد معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية الندوة التي عقدتها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وجاءت الندوة تحت عنوان المجتمع أولا، وحضرها عدد من رؤساء الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. قد أشار سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مستهل كلمته إلى استكمال مملكة البحرين مسيرتها التحديثية والتطويرية التي أطلقها جلالة الملك المعظم من خلال مشروع جلالته الإصلاحي المتكامل، والذي يرتكز في أحد أعمدته الأساسية على تأكيد سيادة القانون واحترام وترسيخ حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين. أوضح أن ترجمة التوجيهات الملكية السامية ظهر أثرها بوضوح في تطوير المنظومة الإصلاحية في مملكة البحرين في إطار تطوير متكامل لمنظومة العدالة الجنائية لتساير أحدث النظم العالمية، والتي بذلت الحكومة طاقتها وجهودها في تحقيقها وتنفيذها تحت قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبفضل توجيهات معالي وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بالعدالة الإصلاحية من خلال إطلاق وتطبيق نظام العقوبات البديلة عام 2017 وبرنامج السجون المفتوحة عام 2022، واللذين كان لهما دور كبير في الإسهام في تحقيق مزيد من التأهيل والإعداد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.